إن إطار الأمم المتحدة للتعاون في مجال التنمية المستدامة هو الأداة الأساسية لصياغة وتخطيط وتنفيذ ورصد وتقييم دور الأمم المتحدة في تحقيق نتائج إنمائية مملوكة ملكية جماعية في إطار خطة التنمية المستدامة لعام 2030 لمدة تتراوح عادة بين 3 و5 سنوات على الصعيد القطري. ويأتي هذا الإطار بخبرات منظومة الأمم المتحدة الإنمائية بأكملها لصياغة الإسهام الجماعي في الحلول الإنمائية على الصعيد القطري. وقد كلفت منظومة الأمم المتحدة الإنمائية في العراق بتعزيز خطة عام 2030 لتحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال أنشطة وكالات الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها، وتنفذ بالتعاون مع مجموعة من الشركاء مثل الوزارات والمنظمات غير الحكومية والمجتمعات المحلية والقطاع الخاص والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية وغيرها. في عام 2021 وقع فريق الأمم المتحدة القطري إطار التعاون مع العراق للفترة 2020 إلى 2024، والذي تم تحديثه ليتضمن تأثيرات جائحة كورونا والحاجة المتزايدة إلى إيجاد حلول دائمة للنزوح في العراق. يدل التوقيع المشترك بين الأمم المتحدة والحكومة العراقية على إطار التعاون المحدث على التزام البلاد بإطار عمل الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية، وجعل خطة التنمية المستدامة لعام 2030 حقيقة واقعة لجميع أبناء الشعب العراقي. ويحدد الاتفاق الكيفية التي ستدعم من خلالها منظومة الأمم المتحدة في العراق تنفيذ أولويات العراق الوطنية الاستراتيجية، والتي تم إبرازها في خطة التنمية الوطنية ورؤية العراق للتنمية المستدامة لعام 2030 وخطة الأمم المتحدة للاستجابة الاجتماعية الاقتصادية لجائحة كورونا، والخطة الوطنية المعنية بالنزوح في العراق، والورقة البيضاء للإصلاح الاقتصادي. يتمحور إطار التعاون المنقح حول 5 مجالات استراتيجية ذات أولوية تستجيب لاحتياجات العراق. الأولوية الاستراتيجية الأولى: تحقيق التماسك الاجتماعي والحماية الاجتماعية والإدماج الاجتماعي لخلق مجتمع عادل وشامل لجميع العراقيين. الأولوية الاستراتيجية الثانية: تنمية الاقتصاد لجميع العراقيين. الأولوية الاستراتيجية الثالثة: تعزيز مؤسسات وخدمات فعالة وشاملة وخاضعة للمساءلة وكفوءة على جميع المستويات. الأولوية الاستراتيجية الرابعة: تعزيز إدارة الموارد الطبيعية وإدارة مخاطر الكوارث والقدرة على التكيف مع التغير المناخي من أجل تحقيق مستقبل أفضل وأكثر أماناً واستدامة للجميع. الأولوية الاستراتيجية الخامسة: التوصل إلى حلول موفورة الكرامة وآمنة وطوعية ودائمة للنزوح في العراق. عزز إطار التعاون المنقح التركيز على المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات، إذ وصل إلى أشد الناس ضعفاً وتهميشاً بمن فيهم النازحين واللاجئين. هذا ليس مجرد جزء من المبدأ العالمي المتمثل في عدم ترك أي أحد يتخلف عن الركب، بل هو عنصر أساسي في تحقيق المزيد من التماسك الاجتماعي وتحقيق نتائج شاملة ومستدامة على المدى الطويل، ودعم عراق مزدهر وقادر على الصمود حيث لا يترك فيه أحد متخلفاً عن الركب.